صباح الفل، صباح الامل، صباح التفاؤل على احلى مشاهدين. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نعم استطيع. النهارده حلقه رقم 255 للبرنامج وحلقتي الثالثه معاكم. عايزه اقول لكم نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال. عندنا النهارده شويه مشاكل في الريف. طبعا زي ما احنا عارفين ان الريف هو المكان الجميل البعيد عن الازدحام، وهو اشراق الشمس على رؤوس الأشجار. وطبعا زي ما احنا عارفين للأسف الشديد المكان الريف هو المكان الجميل، وللأسف الشديد بيكون فيه إهمال كتير وبيكون فيه شوية مشاكل كتير. ومعنا النهاردة عندنا أربع شخصيات من مركز زفتة. أهلا وسهلا أستاذ محمد الأشقر، رئيس مجلس إدارة شباب صنباط مركز صنباط. أهلا وسهلا. معنا الأستاذ محمد زهرة أمين العلاقات العامة. اهلا وسهلا استاذ محمد. ومعانا الاستاذ مندو، الكابتن مندو هدرة ابن قريه دهتوره. اهلا وسهلا استاذ محمد. معانا الاستاذ عطيه زغلول رئيس رابطه مسجد وصيف. اهلا وسهلا. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل القرى او كل الاماكن في الدنيا بيكون فيها مشاكل وبيكون فيها ايجابيات وبيكون فيها سلبيات. كلمنا يا استاذ صلاح عن الايجابيات والسلبيات اللي عندكم في المركز، وتحب توجه ايه وايه المشاكل اللي عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله اللي بدات بيها، وبشكر الاستاذ وليد والاستاذ محمد زهره والكابتن مندو والكابتن الاستاذ عطيه. بشكركم جميعا، وباذن الله تكون حلقه مفيده لنا ولكم باذن الله. اولا قريه كفر صنباط من القرى العريقه جدا في مركز زفته. عرفت كفر صنباط زمان ايام الاستاذ فؤاد المهندس انها ليبيا الصغيره، كان بيطلق عليها ليبيا الصغيره لجمال هواها وقربها من نهر النيل. كفر صنباط طول عمرها والحمد لله سباقة في كل شيء. أكتر حاجة في كفر صنباط بتميزها هي إن هي كفر صنباط كل الخدمات العامة بتاعتها معمولة بالجهود الذاتية. معظم الخدمات والمصالح الحكومية اللي موجودة في قرية صنباط معمولة بالجهود الذاتية، بداية من مركز شباب سنة 81 في عهد الدكتور عبد الأحد جمال الدين، ومستشفى قرى وكفر صنباط، مدرسة كفر صنباط الابتدائي، ومعهد حمد الديني، مدرسة كفر صنباط الإعدادية، مدرسة معهد حمد الديني الإعدادي والثانوي، كل المعاهد، وأخيرا مكتب البريد والصرف الصحي، محطة الصرف الصحي. كل دي بالجهود الذاتية، وكل دي كفر صنباط هي اللي قدمت وتبرعت بالارض، والحكومه مشكوره بنت عليها، والحمد لله استغلت الحاجات دي كلها في كفر صنباط. دي معظم الايجابيات والحاجات الكويسه اللي هي في كفر صنباط. كفر صنباط طول عمرها مشهوره ان هي بلد صناعي، عندنا ما يقرب من 40 مصنع طوب طفلي على مستوى الجمهوريه كلها، معروف طوبة كفر صنباط ومصانع كفر صنباط بالاسم الحمد لله. ودي اللي خلى قرية كفر صنباط مشهورة على مستوى محافظة الغربية، وكل الخدمات والحاجات دي كانوا بيطلبوا مننا مساعدات في المباني والحاجات دي، وكانت بتشعل لحد ما من 5 6 سنين بس بدأت بقى الزيادة، والزيادة في الأسعار وتعويم الجنيه والحاجات دي، أصبحت المصانع دي عبء على اصحابها. بمعنى ان دلوقتي ال 40 مصنع او ال 39 مصنع اللي موجودين في كفر صنباط، للاسف اللي موجود منهم دلوقتي 5 مصانع بس. وطبعا دي يعني مش عايز اقول لك معظمهم بالايجار، واهالي خارج القريه هم طيب اللي مجرينها وشغالينها. دعيكي من ذلك. طيب هي في صوره معروضه على الشاشه قدام حضرتك، ايه اتكلمنا عنها شويه. ده المستوصف الخيري اللي معمول بالجهود الذاتية، وكل الفضل للحاج محمد يوسف بارك الله فيه، هو اللي اتبرع بالأجهزة، وهو اللي عمل لنا مستوصف على أعلى مستوى، موجود فيه كل الخدمات، موجود فيه قسم أسنان كامل،
موجود في معمل تحاليل، موجود في قسم بطنة، موجود في أنف وأذن، موجود دكاترة على أعلى مستوى زي الدكتور محمد حسن النجار أستاذ البطنة والأطفال اللي على يعني شغال في مستشفى طنطا الجامعي، ودكتور مجد أبو الغيط أنف وأذن وحنجرة من أشهر الدكاترة في مركز زفتة كلها، والحمد لله شغال مية مية بجهود الذاتية الحمد لله. ده مركز شباب كفر صنباط اللي كان إحدى قلاع اللي هي الحكومة اللي عملتها، وكان عندنا في شهر 8 السنة اللي فاتت أكبر تجمع لحركة تحيا مصر، صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأرمان، عملنا قافلة عيون اللي هي نور الحياة، قعدت تقريبا شهر في مركز شباب كفر صنباط. كل محافظة الغربية بالكامل جت نورتنا وجم كشفوا، والحمد لله أكتر من 700 عملية عيون ومية بيضة ومية زرقاء وشبكية ونظارات وعلاج، كل ده كان بالمجان، وكان الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه لصندوق تحيا مصر وجمعية الأرمان. شكرا. طيب كلمنا أستاذ محمد، إيه الإنجازات وإيه السلبيات وإيه الحاجات اللي هي مش متوفرة أو الحاجات اللي هي متوفرة؟ تمام. بالنسبة لقرية حانوت، تاني أكبر قرية على مستوى مركز مدينة زفتة، قرية حانوت لها موقع جغرافي يطل على بحر النيل. بالنسبة لحانوت، قبل إنشاء جمعية أبناء حانوت كان في عدة جمعيات لهم كل الشكر والتقدير. الجمعيات ديت لها عملها قايمة بيه، إحنا عملنا الجمعية بتاعتنا للتطوير. مهمة الجمعية بتاعتنا بالنسبة للتطوير، طورنا جميع المنشآت الخدمية في البلد، منها المنشآت الحكومية، منها الجمعية الزراعية، محطة الصرف الصحي، محطة المياه، جميع المدارس بالقرية، معهد حانوت الديني. أنشأنا في معهد حانوت الديني ما كانش فيه فصول رياض أطفال، أنشأنا فصلين رياض أطفال وفرشناهم فرش كامل، وده كان هدية من جمعية أبناء حانوت والمتبرعين، فبنشكر مبدئيا المتبرعين. بالنسبة لجمعية أبناء حانوت، في البداية أساسا إحنا غيرنا شكل البلد بالكامل، يعني في البداية خالص أنا كان عندي مدخل بلد أساسا، يعني أنا آسف اللي أنا هقول كده، ما كانش يليق بقرية تاني أكبر قرية على مستوى مركز زفتة. بالنسبة للأخ مندو والأخوة الأعزاء، يمكن هم شافوهم على أرض الواقع، والبشمهندس وليد نزل بنفسه وشافها. بالنسبة لمدخل القرية دلوقتي، أنا بالنسبة لي مش قرية، أحسن من مدينة كمان. طورت مدخل القرية، طورنا مدخل القرية سواء من أول البلد لنهايتها، غيرنا جميع الإنارة بتاع أعمدة الكهرباء، دهنا جميع أعمدة الكهرباء بالقرية، ومهدنا الطريق، كان في بعض الحتت بالمناطق متكسرة في قلب الطريق مهدناها، درجه كل ده بالجهود الذاتية. وفي بداية إنشاء الجمعية إحنا عملنا قافلة طبية مكبرة كان بها جميع التخصصات، كان فيها كمان تخصص بيطري، ده كان بالتنسيق مع الإدارة الصحية بزفتة ومحافظة الغربية والجامعة. القافلة ديت خدمت مش حانوت بس، مجلس قرى وحانوت، لأن مجلس قرى وحانوت أساسا الوحدة المحلية عندي في البلد. الوحدة المحلية تضم 7 قرى وعزبتين، فالقافلة الطبية دي كانت معمولة لمجلس قرى وليس حانوت فقط. القافلة الطبية ديت شاهد بها الجميع، كان فيها أدوية ب50,000 جنيه، ده تبرع من جامعة طنطا، وجمعية أبناء حانوت قدمت 20,000 جنيه أدوية زيادة. دي بالنسبة للقافلة الطبية. اتعاوننا مع جمعية الأرمان وفي عدة عمليات زي الأستاذ صلاح ما قال، اشتغلنا معاهم في عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وعملنا كام عملية قسطرة في القلب، وعملنا عدة معارض مشتركين مع جمعية الأرمان، سواء ملابس، سواء أجهزة كهربائية، سواء أساس، كل ده بالمجان. وغير كده ان جمعيه الارمان يعني تعاونها معانا كبير بصراحه، انشات معانا تبع صندوق تحيا مصر 20 منزل لغير القادرين في البلد، استلمنا المنازل منهم، المنازل اللي استلمناها منهم 3 متر و20 سم حسب التقرير اللي هم كانوا طالبينه، واستلموا البيوت مننا، بيوت سوبر لوكس زي ما بنقول، يعني استلموها يا دوب هم يفرشوها. البيوت ديت الارمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعيه ابناء حانوت عملنا 20 منزل، والفتره الجايه ان شاء الله هيبقى في اكتر من كده. ده بالنسبه للتطوير. نخش في المساعدات الانسانيه والكلام ده. بالنسبه للمساعدات الانسانيه، في شهر رمضان قدمنا مساعدات انسانيه كتير، حوالي في طول الشهر حوالي 1400 كرتونه اتوزعوا من غير القادرين، عملنا لهم معارض سلع غذائيه باسعار مخفضه جدا في متناول الجميع، عملنا لهم اعانات عباره عن لحوم كانت جايه من جمعيه الارمان، ويعني الحمد لله ان الجمعيه غيرت كتير في البلد، ده بفضل ربنا. ثم اهل البلد اللي هم بيساعدونا في الخير واعضاء مجلس الاداره،
برئاسه الدكتور محمد ابو عمرو ده رئيس مجلس الاداره، وبالنسبه العادل عبد الرحمن زاره ده نائب رئيس مجلس الاداره، الاستاذ اشرف غانم السكرتير العام، بالنسبه للاستاذ اسامه غانم ده المسؤول الاعلامي، الاستاذ عبد الله جد الله ده امين الصندوق، ده تشكيل الجمعيه. لكن بالنسبه لاعضاء الجمعيه كتير ومش هقدر اقول اساميهم كتير لان العدد كتير جدا. احنا بنشكرهم مبدئيا على الهواء دلوقتي، وبنشكر كل اهل الخير اللي وقفوا معانا وساعدونا ونتمنى المزيد. اما بالنسبه دلوقتي بقى انا اوجه الشكر دلوقتي حالا، ودي كانت مفاجاه وبزاحه على الهواء يمكن الاستاذ وليد اتكلم فيها قبل كده، للحاج عبد الفتاح عثمان. اتبرع بقطعه ارض قيرتين ونص لجمعيه ابناء حانوت. القيرتين ونص دول هيقام عليهم مبنى مجمع خيري، مجمع الخيري ده هيبقى عباره عن مركز غسيل كلوي، حضانات اطفال، جميع التخصصات الطبيه. مش هيخدم حانوت بس، بالعكس هيخدم كرة مركز زفته بالكامل. شكرا. طيب تمام ان شاء الله باذن الله. شاكرين جدا. شكرا. طيب كابتن مندو، كلمنا عن ايه السلبيات وايه الايجابيات، وشوف يعني انت عايز توجه رساله لمين وايه المشاكل اللي موجوده عندك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك على المقدمه وبشكر الساده الافاضل الاصدقاء، وبشكر الاستاذ وليد شعلان طبعا ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نكون مع بعض. الانجازات في قريه دهتوره او عامه كهربه الشباب، اتعمل حاجات كتير في البلد. اول حاجه منها ان هو تسفيل البلد، اناره الشوارع كلها باكملها، اناره المقابر لان كانت المقابر كلها كانت مظلمه، مستوصف طبي، مساعدات للناس الغلابه، دفع ايجار للناس، في حاجات كتير اتعملت في قلب البلد ومزيد لسه احنا برضو شغالين عليه. السلبيات هي سلبيه يعني يعتبر ان عندنا السلبيه غير سلبيه حاجه واحده بس، في عندنا كمامه اللي هي بتبقى على جسر النيل. احنا عندنا القناطر او الخمسين عين، ويمكن الكل شافها موضوع الخمسين عين وشاف الجمال بتاعها وشاف الهوا بتاعه والكلام ده كله. ويمكن عملنا فيها كان اخر اجتماع، كان اجتماع روابط شباب مركز ومدينه زفته، كنا عاملينه على ضفاف النيل. والمشكله معانا ان في الاهالي والناس بيرموا الكمامه على جسر النيل، فهو ده بيشوه المنظر الجميل والحضاري اللي موجود في القريه. تاني حاجه احنا فكرنا ان احنا لما طورنا في قرية دهتورة وعملنا فيها حاجات كتير بمساعدة الشباب كلهم، وعشان ان انا مش عاوز اذكر حد لان عشان ما انساش حد طبعا، في اسرة الجروب الرسمي، في جروب شباب دهتورة، في جروب دهتورة الاجمل والافضل، ودهتورة بكرة احلى، بسم الله ما شاء الله. جروبات دي كل مجموعة ماسكة جزء من القرية بمساعدات لأهالي البلد، والحمد لله عملنا جمعية يمكن في الاخر في الايام الاخيره اسمها جمعيه اهل الخير لقريه دهتوره. الجمعيه احنا بنساعد الناس كلها، كل اللي هو محتاج حاجه ما تروحش المسؤول، ما تروحش العضو مجلس الشعب، ما تروحش لاي حد، عندك الجمعيه عندك الجروبات هتساعدك وهننفذ معاك ونعمل لك كل اللي انت عاوزه ومساعده الشباب كل حاجه. فكرنا ان احنا نعمل حاجه اسمها اللي هي روابط الشباب لكره مركز زفته كله. الحمد لله بفضل من ربنا احنا يعني عملنا الموضوع ده، وفي كل قريه بننزل نعمل اجتماع شهري في كل قريه بنعرف ايه الانجازات اللي اتعملت في كل مكان، ايه المشاكل اللي موجوده، من خلال المشاكل اللي بتتعرض علينا والكلام ده كله ما بندخلش لا اعضاء مجلس الشعب، ما بندخلش مسؤولين، ما بندخلش اي حد. ده اسمه اتحاد روابط مركز زفته، ده بمساعده الشباب فقط لا غير، مساعده الناس اللي هي المحترمه. اللي عنده اي مشكله في بلده بيعرضها واحنا موجودين في الاجتماع، بيبقى موجود مننا ناس محترمه وناس في العمل العام، بياخد بنقترح عليه الموقف، وبعد كده بنتحرك في الاتجاه، بنخلص الموقف وبنخلص الطلب اللي هو متقدم، وكلنا بنرجع تاني لصاحب الشكوى وبنديها له اعرض المشكله بتاعتك. تمام تمام. ولكن حلوه حته انكم انتوا بتدوروا على مشاكل بعض وتحلوا مشاكل بعض من غير ما تشوفوا
مسؤول او اعضاء مجلس الشعب. بس برضو هرجع واقول ان في مسؤولين احنا لما بنترك الباب بتاعهم بيرحبوا بنا كشباب وكفكرة احنا عاملينها، فمخلين الكرة كلها بسم الله ما شاء الله. يعني قرية حانوت انا بفتخر ان انا ايدي بايديهم، وبفتخر انهم شباب بسم الله ما شاء الله عاملين انجاز كبير قوي. قرية سنباط، سنباط مش عاوز اقولك جمال وحلاوة وخدمات في قلب القرية عندهم. وبرضو مش عاوز اذكر حد بالاخص عشان ما انساش حد، شغالين زي ما تقولي شبرا اليمن، منية المبشرين، مسجد وصيف، صندباست، هنا هنا هنا. احنا الحمد لله وشبرا ملس، يعني احنا ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى اجتماع على اعلى مستوى بإذن الله، وان شاء الله هيبقى في حاجات مفاجأة لجميع القرى، لان في مدينة زفتة هيكون لها اتحاد، وانا بأسسه دلوقتي ان اتحاد زي مركز اتحاد مدينة زفتة هيكون منضم مع روابط مركز ومدينة زفتة ان شاء الله بإذن الله. دايما في التغرب. وشكرا يا استاذ. شكرا. طيب استاذ عطية، كلمنا عن المسجد وصيف، عن السلبيات والايجابيات والانجازات، الحاجات الكويسة الحاجات اللي مش كويسة، وتحب توجه رسالة لمين لو في حاجة مش كويسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتوجه لحضرتك بالشكر والبشمهندس وليد والسادة الحضور والمعدين البرنامج، وانتوا حضراتكم ناس محترمين علشان استضفتونا نعرض مشاكلنا على الملأ أمام الناس كلها. مسجد وصيف قرية يعني مميزة عن باقي القرى، قرية لها تاريخ، قرية كبيرة، قرية عظيمة، عاش فيها الزعيم الراحل سعد باشا زغلول. دي قرية لها اسم ولها تاريخ ولها يعني مكانتها. القرية دي قرية منتجة، منتجة بمعنى ايه؟ فيها اكتر من 20 او 25 شونة بتصدر الحديد وبتصدر الكاوتش. يعني احنا قرية فيها امكانيات عظيمة جدا. الامكانيات اللي فيها يعني للأسف اللي احنا مش واخدين حقنا في الخدمات، بمعنى يعني احنا عندنا مدخل ومزلقان قرية مسجد وصيف. المدخل والمزلقان ده احنا عملنا عليه استغاثات ومشاكل، جددوا يعني مدخل السكة الحديد وسابوا المزلقان ضيق زي ما هو، يعني كأن مفيش حاجة اتعملت خالص. طبعا مش كويس خالص. لا 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 مفيش، يعني احنا عندنا مدارس تجارية وثانوي ومدارس خاصة، عندنا البلد كبيرة جدا، ورغم ذلك المدخل 5 متر. يعني قرية بحجم قرية مسجد وصيف مدخلها 5 متر، يعني حاجة ما فاحنا قررنا بقى دلوقتي، طبعا احنا كربطة شباب قرية مسجد وصيف قلنا هنعتمد على نفسنا، هنحاول نعمل بأيدينا، هنحاول نلم من بعض، هنحاول نوسع، هنحاول نطور، هنحاول نعمل اللي غيرنا ما قدرش يعمله. طبعا بالمشاركة مع أصدقائي ربطة سنباط وربطة داتورة وربطة حانوت وشبراميلس، كلنا ايد واحدة، كلنا بنتعاون مع بعض وبنحضر مع بعض، بنحل البعض مشاكل بعض، بنقف مع بعض. يعني احنا من الفترة اللي فاتت كانت اول حملة تعملها حملة ربطة شباب قرية مسجد وصيف، حملة تطهير المقابر. ده حاجة سمعت على مستوى مركز زفت، احنا يعني الشباب مسك المقابر نظف وشجر وعمل امكانيات كتيره جدا. ده بالنسبه لاول وان شاء الله باذن الله في حاجات كتير هنعملها في المستقبل، لان في قريه مسجد وصيف فيها شباب هيعتمد عليه، وانا بشكرهم من مكاني ده، بقول لهم انتوا رجاله، انتوا شباب يعتمد عليكم. وكمان في كمان ما ننساش تيم زفته بعيون شباب، ده تيم محترم جدا، الدكتور محمد سند، الدكتور محمد شتا والاستاذ محمد سند، دول ناس محترمين افاضل، وقفوا معايا ساعدوني، قالوا احنا هنقف معاك، هنقف معاك مع اهل بلدك، وهنعمل اللي انتم ما قدرتوش تعملوه بايدينا، هنبقى ايد واحده، هنبقى مع بعض. فانا طبعا بقدم لهم الشكر جدا وبشكرهم. وفي كمان مشكله عندنا، مشكله الشؤون الاجتماعيه، عندنا مبنى شؤون، مبنى الشؤون الاجتماعيه مبنى يعني خلاص بيقع، فالحل الوحيد ايه؟ قال لك ننقله فرسيس. احنا جينا طبعا كاهل البلد قال ما ننفعش ننقله، احنا ما عندناش اي امكانيات، يعني حتى مبنى الشؤون اللي عندنا هيتنقل؟ كفايه قبل كده الوحده المحليه خدتوها،
طبعا المشكله كلها اللي احنا بقى لنا اكتر من 10 سنين قطعه الارض بتاعه الشؤون موجوده، بس هيئه الامنيه لحد النهارده ما اتخذتش قرار ان احنا عاوزين نبني. احنا عاوزين نبني، مش دول موظفين تبع الدوله؟ طب هم اجرنا لهم شقه والله العظيم على حساب الاهالي، اجرنا لهم شقه عشان يعني يقعدوا فيها يخدموا الناس. طب ده ينفع؟ يعني لا لا، يعني عندنا حتى المستشفى قريه نزل الوصيف، المستشفى عندنا كان الاول مستشفى عام محترمه كويسه، دلوقتي بقت وحده صحيه بيفتحوا الساعه 9 الصبح، الساعه 12 الظهر يقفلوا. احنا عندنا لو مريض حس بمغص كلوي ولا حاجه على ما يروح المستشفى ممكن يكون زي ده ولا حاجه، ممكن يموت. اقسم بالله احنا عندنا في الفتره اللي فاتت دي اكتر من 10 15 حاله بيتعب بالليل، ما هو الساعه 12 بالليل بيكون الدنيا عندنا خلاص كله قفل. طب اللي احنا مالناش حق نتعالج؟ يعني احنا على ما تجيبوا عربيه اكيد طبعاً المستشفى وان شاء الله باذن الله ده صدقكم يوصل. وشكرا ليك يا استاذ عطيه. طبعا بشكركم كلكم جميعا، وبقول للاستاذ صلاح اشكر شكرا، واستاذ محمد برضه بشكرك، واستاذ كابتن مندو بشكرك طبعا شكر كبير، واستاذ عطيه زغلول بشكركم شكر كبير جميعا. ولكن احب اوجه تهنئه وتحيه للنائب احمد فوزي عبد الكريم لنجوحه بمجلس الشيوخ ابن قريه بني حميل مركز ومدينه البنيانه. طبعا هو شخصيه عظيمه وشخصيه محترمه جدا، وحصل على اصوات كتير، حصل على 152 الف صوت، وده طبعا من محبه الناس فيه ومن ان هو شخصيه محترمه وجميله جدا، وليه كل الشكر والتقدير والاحترام. وان شاء الله باذن الله يا رب من نجاح لنجاح، وربنا يا رب يعليك كمان وكمان. شكرا ليكم، ولكن لحد هنا انتهت حلقتنا، وعايزه اقول لكم ما توقفش حلمك حتى لو كل الابواب اتقفلت في وشك، الامل لسه موجود في نعم استطيع. دمكم الله بخير، اشوفكم على خير يوم الثلاث القادم باذن الله. السلام عليكم.